جماعة نسكيت النهاردة في أحلى فيو في مصر كلها. الكوبري اللي هناك ده واحد من أعلى الكباري ارتفاعا في مصر، وانت فوقيه بيبقى الفيو حلو قوي عشان قدامه اعظم معلم عرفه التاريخ كله. علشان كده قررنا ننزل الكوبري بالسكيت ونتصور فيديوهات جامده، بس عشان نطلع الارتفاع ده كله بالسكيت ممكن كل واحد يخس له 5 كيلو من المجهود. عشان تتخيل ده ارتفاع الشارع وده ارتفاع الكوبري الدائري واحنا اعلى منه بكتير قوي. علشان كده كان لازم نطلعه بطريقه السكتش او اننا نمسك في موتوسيكل شدنا، وبالطريقه دي يبقى ما بذلناش اي مجهود في الطلوع خالص. النزول بقى سهل جدا وبتحس باندفاع الهواء في جسمك، ومع الفيو الجميل للاهرامات هتبقى مبسوط قوي. وكنا مخططين انها تبقى طالعه واحده بس للكوبري، بس قضيناها لحد غروب الشمس، طلوع بموتوسيكلات ونزول بسرعه قوي من على الكوبري. وبجد لو استمريت انك تعمل حاجه بسيطه بتحبها حتى لو تافهه هتبقى قادره انها تديك سعاده وطاقه تخليك تعمل اي حاجه تانية مفيده ومثمره في حياتك. انا دكتور شريف جمال وبتمنى لكم تتبسطوا في حياتكم.